طيب ايه اللي احنا هنحس، يعني ايه الفرق اللي احنا هنحسه قبل ما يبقى في المحطات العملاقه دي الفتره دي دلوقتي؟ المحطات دي بقت قائما دلوقتي محطات، اكيد في تغيير، يعني حتى المواطن اللي عايش في اذا كان مرسى علم ولا البحر الاحمر حاسس. أنا مثال مثلا الغردقه، الغردقه كان ما كانش فيها محطه مركزيه كبيره، كانت المحطه المركزيه هناك تقريبا حجمها 2000 او 3000 متر مكعب في اليوم للغردقه. الغردقه مدينه فيها نص مليون نسمه، نص مليون نسمه هيحتاجوا محطه 50 70 80 الف متر مكعب في اليوم عشان تغطي احتياج الشعب في الغردقه او الناس في الغردقه. المحطه اتعملت، فهي دلوقتي الغردقه ممكن تبقى مدينه انه ما تحتاجش توصيل ميه النيل ليها. الغردقه كنت حضرتك مثلا في بيتك هناك تفتح المياه مرتين في الاسبوع، النهارده المياه في المواسير، خلاص تفتح الحنفيه تلاقي المياه على طول.